ورجعنا لكم. زي ما قلنا لكم كده الفقره دي هنتكلم معاكم عن دراسه بتقول ان الستات في الشغل بيبقى عندها نسبه اقل في ان هي تحصل على الترقيات من الراجل، وده بسبب حاجات كتيره جدا. يمكن الدراسه دي عملتها جامعه يال الامريكيه وقالت انه الستات بتبقى فرصها اقل بكتير من الرجاله في الترقيه في الشغل، ان هي يعني تتقلد مناصب كبيره بسبب ان هي عواطفها جياشه، بتبقى اكثر رومانسيه، اكثر تاثرا بالاحداث، بتبقى دايما بتحس بالتوتر والقلق طول الوقت، فبتقدرش ان هي تتحمل مسؤوليه كبيره جدا عكس الراجل اللي هو بيبقى مسؤول وقد المنصب اللي هو فيه وبيقدر يتحمل الصدمات او المواقف الصعبه وبيقدر يفكر فيها بشكل اسرع من الستات. طبعا يعني مع او ضد، طبعا هي دي دراسه موجوده في امريكا. يمكن الغريب انه الدراسات الاجنبيه اللي بنجيبها سواء الدراسات اللي هي امريكيه او اوروبيه بقت تعمل حاجات يعني عكس المنطلق اللي هم دايما بيتكلموا بيه في امريكا. صح. او في اوروبا، اللي هي فكره الست القويه اللي هي بتبقى معتمده على نفسها، السترونج اندبندنت وومن، حقوق المراه، ان الست زي الراجل. يمكن الدراسات دي عكس دايما المبدا بتاعهم، فهو بالنسبه لي غريبه لانه طبعا ده مش حقيقي. بصي انا معاكي جدا في كلامك، لان هم كمان هناك من زمان، يعني يمكن يكون المجتمع العربي شويه بدات ان المراه لا تكون موجوده لا على الساحه في كل المجالات طبعا المختلفه، لكن لا مع مرور الوقت لقينا ان الدراسات بتيجي من امريكا مختلفه جدا، او من اوروبا بتيجي باسلوب مختلف، تحس ان هم بيتكلموا عن عصر مش اللي احنا عايشين فيه كحتى كوطن عربي. لكن انا بكلمك ان هم من زمان لا، البنت بتشتغل او كلهم بيوصلوا لسن ال 18 او ال 16 سنه يستقلوا بحياتهم، بينزلوا يشتغلوا سواء بنت او ولد، فده ما فيش منها تفرقه، لان ده خلاص هو ده سيستم الحياه عندهم او عند معظمهم، ان هم بينزلوا يشتغلوا وما بيكونش فيه اي تفرقه. ومن ضمن الحاجات اللي اتقالت في الدراسه ان هم الستات ممكن يكونوا بيحسوا بالتعب والارهاق يعني باسلوب اسرع او اكتر من الراجل. وتاني حاجه بيواجهوها ان الحاجات دي كلها اللي نوران طبعا قالتها واللي انا قلتها، ان ده بيخليهم بيعرقل يعني عمليه الترقيه ليهم في اي مجال في العمل. يعني انا شايف ان الموضوع ده على قد ما هي دراسه، بس برضو عارفه يعني ممكن لو الدراسه دي معموله على 3000 شخص، ممكن لو وسعتي اكتر الدراسه هتلاقي ان النسب بدات تختلف، لان هي بتختلف برضو من كل بنت وكل ست وتفكيرها وتربت ازاي وهي اصلا طموحها ايه. بص هو انا بالنسبه لي بشوف ان الستات اصلا مش ده، يعني انا مش بهاجم الرجاله او بقلل منهم، ولكن انا بتكلم على الستات. مزبوط. الستات عندها قدره تحمل مش طبيعيه طبعا. بدليل ان هي بتقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، يعني ممكن تكون بتشتغل وبتتابع مثلا اولادها على التليفون، بتتابع مثلا هتعمل ايه النهارده اكل في البيت مثلا لجوزها او للاولاد، لما هترجع هتذاكر لهم، هتوديهم التمرين، الكلام اللي احنا دايما بنقعد نتكلم. صح. عن قدرات الست بتبقى عامله ازاي، فهي اصلا بطبيعتها مالتي تاسكر، يعني بتعمل حاجات كتيره. صح. قوي في نفس الوقت، غير انه ضغوطات الحياه والبيت والمسؤوليه بيبقى صعب عليها انها تتحملها، ومع ذلك بتتحملها. فبالنسبه لان هي تروح تشتغل ويبقى في صعوبات او في عراقيل عندها في الشغل او ضغط او توتر عصبي، فاكيد بتواجهه. بدليل ان احنا لو اتكلمنا عن امريكا هنلاقي ان في ستات كتيره جدا ماسكه مناصب رئيسيه ورسميه في الدوله، في رؤساء دول، في البيت الابيض، وزراء، وزيرات كتيره جدا. ستات، يعني يمكن كمان في فرنسا وزيره الدفاع سوري وزيره الداخليه ست. صح. مش راجل، ويمكن دي وزاره صعبه جدا. صح. وتبقى محتاجه تخطيط وتركيز بشكل كبير، انت بتدافع عن امن بلد بحالها وبلد كبيره زي فرنسا. فلو رحنا بقى لمصر هنلاقي انه في وزيرات كتيره جدا سيدات بيشرفوا مصر في كل حته، هنلاقي قياديات كتيره جدا موجوده سواء في المجلس القومي لحقوق المراه، في المنظمات المجتمع المدني. فالستات بتمسك مناصب قويه قوي، ففكره ان هي ما بتعرفش تواجه التوتر او القلق او بتتاثر عاطفيا ده مش موجود، بدليل ان كمان في قاضي ست، يعني ست بتحكم وتقدر ان هي بقول لك رؤساء دول، يعني ده ممكن تكون اكبر منصب باي سيده ممكن توصل له. بصي انا ممكن يعني اقول رايي الشخصي شويه يعني من خلال البرنامج، ان هما حاجتين. اول حاجه ربنا خلق الست عندها قوه معينه مش موجوده في الراجل. اول حاجه القوه النفسيه زي ما انت قلتي، مالتي تاسكر، تقدر تعمل اكتر من حاجه، تقدر تشتغل وتمشي بيتها وتطبخ وتعمل حاجات كتير. ومن ناحيه تانية لا، بتقدر ان هي تكون فعلا لو محطوطه في منصب هتكون اعنف من الراجل. انا بشوفها ان هي ممكن تبقى اعنف من الراجل، اللي هي عندها الهاجس
بتاع المجتمع، انا ممكن اتكلم عن المجتمع المحيط بينا كوطن عربي او كشرق اوسط، ان لا فعلا بيبقى عندها حته اللي هو ايه، انا مش هتهاون. فيمكن دايما انت بيكونش في تهاون من ست لو هي مديره او رئيس مجلس اداره او صاحبه الشركه. بالظبط. بيبقى في لا في يعني حساب قوي جدا ما بتهزرش علشان تكسر حته الهيبه او المعتقد ان انا ست. فدي حاجة مهمة جدا ومش شايف ان الدراسة ممكن تكون محققها على ارض الواقع. دي حقيقة يعني. طيب عشان نعرف رأي برضو الناس معانا مروة على التليفون. الو يا مروة، ازاي؟ مساء النور، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه رأيك في الدراسة اللي معانا اللي بتقول انه الستات ما بتترقاش بشكل كبير قوي زي الرجالة في الشغل؟ والله هو لا، صراحة شايفة ان في ستات كتير قوي بتترقى اكتر من الرجالة بكتير صراحة يعني. مش دايما، وبرضه مش هنقول دايما، بس بتبقى على حسب الكفاءة نوعا ما. الكفاءة في الستات او البنات لو هم مركزين قوي في الشغل فبيبقى الموضوع كويس جدا معاهم، فبياخدوا ترقيات اكتر. ايوه صح. لكن مش دايما الرجاله اللي هم مثلا بيبقى فيه تركيز قوي قوي، او عارفه لو ممكن الناس بيشتغلوا لا احنا هنشتغل علشان لازم نجيب فلوس او المسؤوليات او كده، فمش بيكون حظهم كويس قوي في الترقيه. مظبوط. احنا شفناهم كمان يعني ممكن يكون يا مروه في الاونه الاخيره دي احنا لا شفنا ان السيدات بيمسكوا مناصب في شركات بتبقى مهمه جدا، مثلا زي الاتش ار. يعني مثلا تيجي الاتش ار اللي هي بتقابل اي حد جاي علشان يقدم على شغل، اسئله بقى بتبقى اسئله مبطنه، نعرف الانترفيو ماشي ازاي. انا هي بتبقى اسئله وجوديه قوي. لا يعني واسئله وكمان بتقدر تحلل الشخص اللي قدامها، فده دي مهنه صعبه. دي ولما بيطلب منها ان هي تقول لشخص مثلا انه الشركه استغنت عنه، فبيبقى عندها قدره ان هي تواجه الشخص ده وتبلغه بالموضوع، فبرضه بتبقى عايزه قوه واراده يعني. صح. ايوه من جواها. طبعا مثلا دلوقتي البنات بقوا فيهم قوه كمان اكتر، جايزه عشان بقوا بيتحطوا في مواضع مسؤوليه كتير او كده، فنوعا ما بيبقى فيهم فعلا قوه ان هم يقولوا لا واحنا هنعرف ان احنا نشتغل، او يمشوا حد من شركه او حاجه. فهو ده جايز اللي بيديهم نوعا ما ترقيه اكتر شويه. بصي هقول لك على حاجه، يمكن الدراسه اللي معانا يا مروه بتقول ان الستات لما بتتعرض لضغط عصبي يا اما بتعيط تقفل على نفسها اوضه مثلا وتقعد تعيط، يا اما بتشتكي لزمايلها اللي حواليها من ضغوطات الشغل، فعشان كده هم شايفين ان هي اضعف من الراجل في موضوع ده ان هي تمسك منصب كبير. انت شايفه انه مش من الصح ان الست تعبر عن مشاعرها بشكل واضح قدام الناس، ولازم تكتم مشاعرها وتبقى دايما في موضع القوه طول الوقت قدام كل الناس؟ بصي يا مروه، يعني قبل يا مروه ما تجاوبي معلش يا نوران، انا بس عايز اقول لك حاجه، الموضوع ان الست بتقفل على نفسها وتعيط الراجل بيعمل كده، بس هي إن هو يتعرض لضغط ويقعد مع اصحابه، لا بيقعدوا على القهوه وبيشتكوا. انا راجل وبقول لك بيحصل ايه مع صحابي، بيحصل ايه لكل المجتمع حوالينا. لا ده بيحصل، لو هي دي هتبقى دي المقارنه فدي مقارنه يمكن يعني هي دايما مش حقيقيه. انا هسيب مروه تجاوب، بس انا حبيت لي عشان ما انساش الحته دي، بس انت عارفه الكلام بيعدي بسرعه. هو كويس. الكل بيشتكي والكل بيتكلم والكل بيتاذي نفسيا من الشغل، والرجاله برضو بتعيط وكل حاجه، لكن الستات هنا نوعا ما بتشتكي اكتر. يعني اللي هو انا عليا المسؤوليه وان انا نزلت واشتغلت ومش عارف ايه، وفي الاخر برضو هم مش مقدرين ويقعدوا يعيطوا وكده. لكن هو ده مش صح ان هو دايما يظهر، لان اوقات الشركات بترفض كده، اللي هو طب ما انت بتشتغلي لازم ان انت تقدري الشغل ده. ايه المشكله ان انت تكوني واقفه وصامده في الشغل؟ فده ممكن نوعا ما بيعمل مشاكل برضه، بس لكنه طبعا الكل بيشتكي. لكن يعني هي دايما بتبقى مرتبطه بالست عشان بتبقى مشاعرها ظاهره اكتر، بتبقى قريبة. عاطفيه اكتر، او دموعها بتبقى قريبه جدا ليها. لكن انت مش مع ان الست تبين ده قدام الناس؟ لا عادي يبان، ما هو طبيعي ان هو هيبان. يعني مش دايما ان احنا هنقول لا انه مش بيبان، لا هو في وقت مش، بس مش دايما ان هو يبان، لكن في وقت غصب عنها هيبان لاي حد اصلا. بني ادم يعني، الصف الاول او في الاخر. أيوة انا معاكي في الراي ده بصراحه. ايوه ان هي بني ادم ولازم يبان. وانا عايز برضه اقول لك حاجه يا مروه، هو مش معنى ان الدراسه مثلا بتقول ان الستات لا مش بتترقى باسلوب مثلا كبير. طب احنا هنتكلم على حاجه بسيطه جدا، الشركات كانت معظمها زمان رجاله ولاد شباب. اللي بيترقى واحد لمنصب المدير، بيترقى واحد لمنصب نائب المدير، واحد من وسط 100 واحد. انت فاهم قصدي؟ فده مش مقياس. ده بالظبط. فهي دي برضو نفس الكفاءه، فلما تيجي اصلا تلاقي ان العدد البنات اقل وتلاقي واخده منصب، فهنا انا اشوف ان كفه البنات
اقوى، لان دايما البنت عندها هاجس، انا مش بنت، انا مش ست، انا 100 راجل، عندها الحته دي جواها، سواء بنت بقى كيوت ما خرجتش من بيتها كتير، او بنت لا من وهي صغيره عارفه الشغل وعارفه الفلوس بتيجي ازاي ولقمه العيش بتيجي ازاي، بتتحمل مسؤوليه لما بتنزل تشتغل وتحتك بالواقع والناس اللي حواليها. بالظبط كده. شكرا جدا ليك يا مروه على رايك، نورتينا. بص، هو انا يمكن شايفه انه الموضوع ده يمكن بدات الستات يعني تتعرض لضغط نفسي كبير جدا، طول الوقت عايزه تثبت للناس انها قويه وانها قد المسؤوليه، بدليل انه بيبقى في انترفيو مثلا لست جايه تقدم على وظيفه دايما بيقولوا لها هو انت متجوزه؟ طيب مخطوبه؟ طب لو مخطوبه هتتجوزي امتى؟ طب هل انت ممكن عندك خطه مثلا ولاده ان انت تحملي وتولدي على طول ولا لسه شويه؟ طب لو عملتي كده هتعملي ايه وهتوفقي ازاي بين الشغل وبين بيتك؟ فبتبقى دايما محطوطه في ضغوطات. هي لو ما كانتش قد الشغلانه دي ما كانتش جت وقدمت وقعدت في انترفيو، لان هي اكيد هي قادره بمسؤوليات بيتها وشغلها، هتعرف توفق ما بينهم ولا لا؟ وان كان دلوقتي في الشركات العالميه في دول العالم بيعملوا حاجه اسمها دايفرستي، يعني اللي هو فكره ان هو يبقى الستات على قد الرجاله، ما ينفعش يبقى في اغلبيه للرجاله 50 في 50. الشغل او اغلبيه للستات بالظبط، بيبقى في 50 50، وده يعني عشان يحققوا المساواه والعدل ما بين الستات والرجاله في مجتمع او مجال العمل بشكل عام. ففكره ان الست بقى ما بتترقاش، لا دي مش حقيقيه خالص، ودايما احنا بنشوف ستات كتيره جدا ماسكين مناصب كبيره جدا جدا وبيبقوا قد المسؤوليه. صح، انا معاكي جدا وصوتي مع صوتك يعني قلبا وقالبا في الموضوع ده، خصوصا في موضوع الانترفيو فعلا بيبقى فيه حاجات سخيفه شويه، بس هي بتبقى برضو يعني البنت او الست في الاول او في الاخر دي سنه الحياه بالنسبه لها ان هي تتجوز وتخلف بالزبط. والحاجات اللي زي دي، وان شاء الله كل بنت كده يعني تقدر ان هي الست ب 100 ست. صح، ب 100 راجل، الست ب 100 ست. صح، انا معاكي. طيب احنا كده خلصنا فقرتنا، نطلع لفاصل بقى ونرجع نستقبل سابي خبيرة علم الفلك والأبراج، خليكم معانا.